للمزيد معي السيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. رائد أهلا وسهلا بك. رائد، إذا أرقام الوظائف مهمة جدا هذا الأسبوع في الولايات المتحدة ومحضر الفيدرالي، ماذا تتابع تحديدا في هذا المحضر؟ حقيقة يعني بالإضافة لمحضر الفيدرال الأمريكي، أعتقد يعني أنه الأسواق اليوم افتتحت على ارتفاع بعض الشيء في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك نوع من الإيجابية خصوصا بعد غيرت مسارها الآن رائد، ممكن تراجعت بعض الشيء، ولكن أعتقد التطمينات اللي إجت من عند رئيسة صندوق النقد الدولي اللي قالت فيها أنه الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة بعض الشيء عن الانكماش، مثبتة بالأرقام والبيانات الاقتصادية التي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة. معظم الماكرو إيكونوميك ديتا اللي طلعت من أمريكا كانت إيجابية، وعلى رأسها قطاع الوظائف. أعتقد محضر الفيدرالي سوف يؤكد على أنه الفيدرال الأمريكي نيته برفع سقف أسعار الفائدة على الرغم من أنه الوتيرة أقل، بالتالي ذلك سوف يعطي يعني قوة أكبر في الدولار الأمريكي ممكن في الفترة القادمة، وهذا ممكن عم يضغط بعض الشيء على أسواق الأسهم. ولكن البيانات الاقتصادية اللي عم تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية، مثل ما ذكرنا قراءات كانت الـ ISM Manufacturing، وكانت مجموعة من القراءات الأخرى عن الناتج المحلي الإجمالي وغيرها من البيانات المتعلقة بالوظائف التضخم الذي بدأ يتراجع، أعتقد ذلك أعطى نوع من الإيجابية للاقتصاد الأمريكي على وجه التحديد. ولكن لذلك لا يغير صعوبة المشهد بالنسبة للعام القادم، لأن الولايات المتحدة ليست منعزلة عن العالم، ويوجد هناك يعني ركود اقتصادي يصيب العديد من الاقتصادات العالمية، وعلى رأسها التباطؤ الذي شهدناه نتيجة تشديد السياسة النقدية بهذا الشكل، يعني نوعا ما خلال فترة قصيرة يريد بدء بالتراجع عن هذه السياسة التيسيرية التي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية لفترة طويلة، كان هناك سرعة برفع أسعار الفائدة. رائد، آخر أرقام نوفمبر للنون فارم بيرولز أتت أعلى من التوقعات، هل هذا ما نتوقعه أيضا برأيك لشهر ديسمبر؟ ممكن أن تحمل مفاجأة، وهل المفاجأة الإيجابية سوف تنعكس بشكل سلبي على أسواق الأسهم لأنه بتعزز من احتمالية تشديد بالسياسة النقدية؟ يعني من المتوقع بشكل كبير أن تأتي أيضا إيجابية موسمية. نحن بنعرف أنه راح يكون في عنا كانت أرقام ريتيل سيلز أعلى بنتيجة توظيف أعلى، وظائف جزئية أكثر، أعتقد ذلك ممكن يساعد بأنه يكون في عنا بيانات أفضل. أيضا من الأمور التي نستشعر فيها الوظائف الغير زراعية، الفاكتوري أوردرز، وأيضا الطلبات السلع المعمرة، كلها كانت بقراءات إيجابية أو أعلى من المتوقع، فذلك يعطي تصور مبدئي أنه قطاع الوظائف لا يزال إيجابي وأداؤه جيد في الولايات المتحدة الأمريكية. نضيف إلى ذلك أيضا بما يتعلق بأنه السوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال لديه الكثير ليقدمه أو مزيد من الوظائف في الفترة القادمة. أعتقد التركيز أكثر من قبل الفيدرالي على اتخاذ قراره وخطوته القادمة راح يكون بالنظر إلى التضخم. التضخم إذا فعليا بدأ يتراجع وتيرة أكبر، ممكن الفيدرالي يتوقف عن دور تشديد السياسة النقدية بشكل مبكر نوعا ما، وممكن مع منتصف العام القادم نشوفه بدأ يتجه نحو نوايا لإما تثبيت أسعار الفائدة لفترة معينة أو البدء بالحديث عن إمكانية تقليص في أسعار الفائدة، وهو متوقع بشكل كبير جدا أن يبدأ دور التخفيض لأسعار الفائدة خلال تعاملات هذا العام، لأنه السرعة في تشديد السياسة النقدية لارى مرة ثانية راح تكون سبب بخنق النمو الاقتصادي المتحقق. ممكن سوق العمل يعطينا بيانات إيجابية، ومن المتوقع أن يكون إيجابيا خلال تعاملات يوم الجمعة. ولو أنه البعض رائد عم بيعتبر أنه تفاؤل الأسواق أنه ممكن أن نشوف رفع أو خفض للفائدة هذا العام، هذا تفاؤل من قبل الأسواق وهذا لن نراه في العام 2023. شكرا لك رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب.